مدرستي نعم أنا عليها تلبس ملابس شوية يعني فستان، ما تلبس بنطلون، هي تقول لا أريد ألبس بنطلون عريض وتيشيرت عريض مثلا، نعم أي فأنا أقول هذا ما يصير حرام، لازم يعني لبس الزينة اللي إحنا لبسه. ماني وأبدي سؤال ثاني سيدة، عفوا، سؤالك أنا بنت سؤال ام حسين، سؤالك الاول بنتك بالبيت تلبس بنطلون لو بالشارع؟ لا لا بالشارع. بالشارع. لا لا لا، الاخت ام حسين للاسف يعني تتكلم عن قضية انا اشاهدها يوميا، انا اشاهدها يوميا وانا طالع الى الدرس. انا اشوف ناس يجون الان، صار موضة للاسف، موضة جديدة، وهذه من سيئات الفضائيات والمسلسلات والتواصل الاجتماعي، وهذول النساء اللاتي على حال يخرجن على أساس نماذج اجتماعية. أشوف أنا يوميا ناس جايين، الأم بعباية والعمة بعباية والبيبية عباية، بس بناتهم بنطلون قميص ولافة شي براسه، وهذا على أساس حجاب. هذا ليس حجابا، هذا ليس حجابا بنتي. البنطلون مو حجاب، البنطلون كشف للمفاتن، كشف لجسمك. الحجاب يعني انت تحجبين نفسك عن شنو؟ عن النظر الرجال الاجانب. لما تلبسين بنطلون يعني انت كشفتي كل معالم جسمك، معالم جسمك تبينت، وهذه خلاف الحجاب، هذا تبرج، تبرج. هذا البنطلون ليس حجابا، القميص ليس حجابا، لف الربطة هالشكل على الرأس ليس حجابا. الحجاب هو التستر، والتستر بمعنى تغطية معالم البدن ومفاتن الجسد، وهذا ليس حجابا. والله ماما أنا كذا، والله ماما أنا كذا. الأم والأب لابد أن شنو؟ لابد أن يربوا أولادهم على الحجاب الصحيح وعلى التستر الكامل.